بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختصارا للوقت وللمجهود، نقدم لكم شبكة تربيعية متعددة الاستعمالات صالحة لجميع المستويات الابتدائية. نستعملها للإنشاءات الهندسية، التنقل على الشبكة، معلمة خانة ومعلمة عقدة، تنظيم ومعالجة البيانات، تكبير وتصغير الأشكال الهندسية، الإزاحة، التناسبية، والتماثل المحوري. استعملت نفس الطريقة لصنع شبكتين تربيعيتين. الشبكة بالأصفر ذات قياس 48 سنتيمتر طولا، 32 سنتيمتر عرضا، والشبكة بالأبيض ذات قياس 64 سنتيمتر في الطول و48 سنتيمتر في العرض. الأدوات التي سوف نستعمل هي ملف من ورق مقوى، يعني لون أصفر أو أبيض، إذا مسطرة وقلم الرصاص. أول مرحلة سوف نقوم بضبط قياسات التربيعات التي سوف نقوم بإنشائها على هذا الملف، بحيث أنا اخترت كقياس كل تربيعة مساحتها 2 سنتيمتر مربع، يعني الطول 2 سنتيمتر والعرض 2 سنتيمتر. إذن أخذنا قياسات الجهة اليمنى من الملف عرضا وطولا. سوف نتمم تسطير باقي الشبكة. نأخذ قلم لبادي لون داكن ونعيده فوق قلم الرصاص، أو يمكن استعماله مباشرة من البداية. كما يمكن تعويض مرحلة التسطير بطبع الشبكة مباشرة على الملف، أو طبع الشبكة على ورقة وإلصاقها على الملف. نأتي إلى الجهة اليسرى ونأخذ قياس 2 سنتيمتر بدءا من الوسط، 2 سنتيمتر في كل مرة. بعد الانتهاء من عملية التسطير، نأخذ غلاف شفاف لاصق، نطوي الملف بحيث تكون الشبكة هي الجهة الخارجية للملف. ننزع الجزء الوسط للغلاف ونضع فوقه الملف مكان الطي. ثم ننزع الورق بلطف من على الغلاف بموازاة مع تثبيت الملف على الغلاف. يمكننا هنا الاعتماد على المسطرة في ذلك، وأيضا لتفريغ الهواء بين. نفس الطريقة نستعملها مع الجهة الأخرى. نقلب الملف ونستعين بالمسطرة لإعادة التثبيت وإفراغ الهواء. يمكن هنا أن نقص الجوانب، أو نقوم بطي الجزء الزائد من الغلاف وتثبيته على جوانب الملف، وبذلك نحصل على شبكة تربيعية جاهزة للاستعمال. فكرة أخرى، يمكن الاستعانة بهذا النوع من الأوراق إنشاء شبكة بمربعات كبيرة، كل مربع قياس مساحته 4 سنتيمتر مربع، يعني 4 سنتيمتر طولا و4 سنتيمتر عرضا. وبعد الانتهاء من عملية التسطير، نأخذ غلافين شفافين من النوع اللاصق ونقوم بتثبيته على وجه الشبكة بالطريقة الموضحة أمامكم. هنا نقوم بالطي الفائض من الغلاف على جوانب الملف.
بنفس الطريقة نتمم الجهة الأخرى. نأخذ الغلاف الثاني ونثبته على وجه الشبكة بنفس الطريقة التي استعملناها في المرة الأولى. وبالتالي نحصل على شبكة تربيعية متعددة الاستعمالات ذات قياس 64 سنتيمتر في الطول و 48 سنتيمتر في العرض. توفر علينا الكثير من الوقت والمجهود داخل القسم. في انتظار آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.